فمن جمعهم السيد دولة الرئيس السيد السوداني من جمعهم يمه طلعوا هاي الفكرة انه يابا احنا اذا هالشكل انا استحق وزارات بعد من عن نقاط مالتي وصير تغيير وزاري. دولة الرئيس قال لهم لا لا انتوا عندكم ازمة في البرلمان تحولوا الى الحكومة انا ما اقبل. حكومة مستقرة وضع مستقر وامن مستقر ليش تدخل هاي بها ليش تدخل داخل الاوراق بالمناسبة هي الان حتى موضوع حسب الموضوع في ديالة ترى لها علاقة برئاسة المجلس اي نعم لها علاقة المساواه جالسين من تحت لتحت انه تصوت الى هذا الشخص حتى يكون اصوت انا كذا يعني هذا شيء اكو ترابط غير مباشر او ترابط بين الكتلة السياسية السنية والشيعية اي ترابط غير مباشر ترابط موجود انه يابا احنا حتى على موضوع ديالة حتى على موضوع ما ادري ايش جاي يحاولون تدخل الاوراق ولذلك احنا ما للاوراق تتداخل اكثر وسيت تشعب اكثر اريد نحسم الموضوع في مثل ما تفضل جناب الشيخ قبل قليل في هذا الشهر يحسم الموضوع ان شاء الله في هذا الشهر ايه